السلام عليكم. اليوم شيواتنا ديال الفاسيه ان شاء الله غادي تقدم لكم واحد الحلوه قديمه ولكن بنينه وبسيطه، ما غاديش تحتاج المقادير بزاف. اللي هي غادي نحتاجو هذا الزنجله للزين، كذلك هذا النوى اللي مقطع هكذا حتى هو للزين. عندنا واحد 100 غرام ديال السكر سنيده، و100 غرام ديال النشا، ونص كاس ديال الزيت، والزبده مارغرين اللي 250 غرام، وكاس ديال دانون بالنكهه اللي بغيتو، سواء كان مسوس، من الافضل يكون مسوس، ولا كان حلو يكون هيفاني، وبياض بيضاء اللي غادي اللي هنحتاجوها للتزيين حتى هي كذلك، وحط والدقيق حسب الخليط اللي غادي يجمع لينا. دابا غادي نبداو على مشيئه الله وبسم الله. غادي ناخذ هذا الغطار هذا اللي غادي نضيف فيه الزبده، وغادي ندير فيه السكر، الا كان سكر كلاصي ديروه، الا كان سنين داز ديروه، داكشي الاختيار ديالكم، وكل شيء كيخدم. غادي نزيد فاني التنسيمه. هذه حلوه طلبوا مني الناس، حلوه مبسطين، يعني اللوز وداكشي الاخر راه عندي في الرابط اللي بغاه محتاجو. دابا غادي نخدموا هاد الزبده هذه. دائما الزبده كتكون على حراره المطبخ باش دغيا كتسربيكو، وهي كترطب مع هاد السكر سنيده. هادي يقدروا يديروها حتى الصحاب اللي ما كيقدوش ياكلوا السكر ولا فيهم السكري، بالنسبه ينقصوا من الحلاوه، وتقدر تخدم باش ما يضيع حتى شي واحد، لان تي طلبوا مني واش نقدروا نوع ما نديروش السكر. كيمكن لكم اي حاجه كان فيها السكر ما تضيفوا لها السكر باش الانسان الاخر اللي مسكين معذور راه غادي يقدر ياكلها. الله يشافي الجميع. هذه دغيا كتوجد، يمكن لكم دغيا تحضروها، وهذه المناسبه نكبروا بها، هاد المناسبه ديال عيد المولد النبوي، الاعياد كلها كنكبروا بها، خصنا حتى هذا نعلموه لولادنا ان راه موجود حتى هو عيد المولد النبوي، ماشي غير عيد الاضحى وعيد الفطر ورمضان وداك الشيء. ولكن ها انتم شفتوا الزبده قدامكم رطابت. دابا غادي نضيف داك الزيت، صافي غادي نخدمو مزيان. تقدروا القياس اللي كنعطيكم انا تقدروا ديروا غير القياس ديالكم بالنسبه اللي ماشي بهم بزاف، 100 اي حاجه، هذه 250 دير 125، دير السكر السنيده 50 غرام، دير النشا، النشا حتى هو ذكرته لكم 50 غرام، فهو هذا لا تقولوا ما ذكرتوش واش ذكرتو ولا نسيت. هانتوما كتشوفوا. دابا غادي نضيف داك دانون، هذا اللي غادي نستم لينا بعدين نضيف ديك النشا. ودائما ملي تكونوا الله يخليكم كتخدموا شي حاجه ديال الزبده وتكونوا كتدخلوا فيها شي حاجه ديال الدقيق او لا بحال هكا النشا، حاولوا ان داك الزبده ما تبركوش عليها بيديكم، لانها ما كيكفيهاش هي داك الدقيق اللي مدخله لها ولا داك الطحين، هي تحسوها انها تجمعات
غادي تحبسوا، ما تبقاوش بركوا الضغطوا بيديكم باش ما تقويش عليكم قوه الطحين. طحين طحين من بعد ما حيت تكوروها كطيبوها كتلقاو بها انها هزه الطحين وقصحت لكم. يعني دائما كنكونوا كنجمعوا غير بهكا، هي هكا حتى كيتجمع لنا، لان هي غادي تشرب ديك الساعات. من بعد غادي نبقى كنضيف الدقيق، هادي راه شيشه بحال الشكل ديال الصابلي. وغادي تقولوا لي واش ما درتيش الخماره؟ ما درتش الخماره لان ما كتكونش هادي فيها الخماره. هانتوما كيف كتشوفوني مازال كتحتاج الطحين. كنظن غادي ندخل لكم شي نص كيلو، يمكن اكثر او لا قل، المهم نتوما ويديكم ويديها. غادي نزيد شي شويه ديال الدقيق، دابا تنظن صافي غادي نحبس عليها الدقيق. بركه ها نتوما وجدات، ها نتوما شفتوها كتجي رطبه. دابا انا غادي نجمعها مزيان ومن بعد نرجع لكم. صافي هنا من بعد ما جمعتها جبتها في هذه الغطير هذه باش ما تبقاش مرونه الدنيا، غادي ناكوطو. غادي نديرو كويرات، القويرات ديروا الحجم اللي بغيتو نتوما، بغيتوهم صغيرين بغيتوهم كبار. انا دابا غادي نوريكم، غادي نقبطو ديك البياض البيض اللي قلت لكم نوريكم، ها هو دا غادي نقبطوه، غادي نمرمرو فيه هاد الحليوة. من بعد دابا حيت يدي غادي نقبطو، غادي نضغطو عليه هنايا بصبعنا. راكم دابا الا درتها لكم هكا غادي تعقلو على هاد الوصفة هادي اللي هي سهلة. هنا كنعمروها بالكونفيتور اللي بغينا، هكا غادي نستمر معاها. من الاحسن انا غير كنوريكم دابا، من الاحسن ديرو كرات في دقة واحدة عاد دوزو باش تزوقوا بالزنجلان اولا بالكاوكاو، باش العجينه ما توسخ لكمش باللوز ولا بهذا الزنجلان. نوريكم الطريقه الثانيه، كذلك هذا هاد اللوز هذا بالنسبه لكم غادي تقولوا بلا ما نديروه، نديرو غير على الوجه ديالها بلا ما نديروه من التحت، وكذلك حتى الزنجلان كذلك كنغطسو حتى هو واحد الحفيره هنايا ونخليوه هكذا يطيب. ها نتوما كيف كتشوفوا حلوه بسيطه وكتبجد بالزربه، وبالنسبه حتى لحسيتي بشي وحده غادي يجيك بالزربه دغيا وعلمك على واحد الساعتين ولا ساعه، ساعتين ساعتين راه جمعي فيها الدار وتوجدي راسك في كل شيء، واحد دغيا دغيا النص ديال هاد الوصفه هادي ودغيا توجد لكم. دابا انا غادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى نكملهم ونرجع لكم. صافي هكا الغطر هاني عمرته، مازال ما دفعتوش للفران. دابا هادو فاش غادي ندخلهم للفران على درجه الحراره 175 اولا 180، غادي تدخلوهم واحد مده 10 دقائق. من بعد غادي تحلوا الفران وتجبدوا عندكم الفران وغادي توليو تضغطوا على هاد التقيبات هادو اللي عندنا. علاش؟ باش ما يتجمعوناش، باش ما يتنفخوش الفوق، وغادي تشدوا لينا وحنا محتاجين بهم اننا نديرو فيهم الكونفيتور كلهم. ها نتوما كيف كتجي، درت صف بالزنجلان وصف بهذا. ولا بغيتوا الخدمه ديالكم تجي نقيه، انكم منين تكوروهم كاملين ديروا البيض غادي تساليوا الزنجلان بوحده وعاوتاني توليو ترجعوا للنوا، ومن بعد عاوتاني الا
ما بغيتو تصبقوا النوا غادي تصبقوا هذا باش ما يتخلطوا لكمش اللوان ديالكم وما يتخلط لكمش حتى هذا البيض. حتى تتسالي تصبقوا النوا عاد ديروا الزنجلان، لان هي بيضه واحده اللي دخلت ليا في هذا العجين هذا ديال البيضه بيضه. من بعد سالي واحد بنوا بيض، من بعد عاد ندوزوا للزنجلان غادي نعمروه. دابا غادي ندخلهم معنا يطيبوا، من بعد غادي نتلاقى بكم. هادو بالنسبه للتزيين، عندنا واحد الكونفيتور ديال ديال الفريز، وعندنا كونفيتور ديال المشماش. هادو باش يرجعوا لنا خفاف غادي نقبطو، غادي بعدا غادي ناخدو نسموهم خنيشه ديال الفاني، النص غادي نضيفو هنا والنص غادي نضيفو هنا. صافي غادي نشعلو عليهم العافيه. لقيتوهم انهم قلال ما كيدوبوش، غادي ديروا تزيدوهم واحد المعلقه ديال الكونفيتور ديال الماء، الماء هو، وتبقاو كتربوهم تربوهم تربوهم حتى يرجعوا جارين. انا منين غادي نصوبهم ان شاء الله غادي نرجع لكم. ها انتم كيف كتشوفوا ما احتاجوش، درت لهم الماء طربتهم هكا مزيان، ماشي حتى يغليو بزاف، غير يبقاو كيحسوا بالدفاوه هكا. ها انتم رجعتوا شفتوا كيفاش جرع، كذلك هذا، هذا واخا فيه الطريفات بعكتو خليت له فيه ديك طريفات المندرين، نعكتوه هكا بالفرشيطه ولا كانت شي حاجه ماشي فرشيطه بهاد لا سباتور. من بعد الا حسيتو بشي طريفات كبيبرين زولوهم، وهكا كيخفف لينا باش ما يجيناش جاري باش يقبض لنا في ديك الحلوه. صافي دابا الحلوه غادي تكون طابت، غادي نخرجها دابا. صافي هذه هي الحلوه ديالنا من بعد ما وجدات، ها نتوما شفتوها طابت، ها نتوما كيف كتجي، ها هي من التحت، ها هي دي ديال اللوز كذلك، هيا دي محمره من التحت كتجي هشيشه بزاف. دابا غادي ندوزو كيفاش غادي نديرو نزوقوها. نبداو ب لا كونفيتور، غادي نبدا بالكونفيتور الاحمر، غادي بغيت ندير به انا ديال الزنجلان. هانتوما كيف كتشوفوا، واخا تكون دافيه وخرجتوها تقدروا ديروا لها هادشي باش تجمعوا عليكم الشغال ما تبقاوش قابطين في الشغال. وكتجي زوينه وكتجي منظر ديالها زوين. هذه كبرنا بها، كنا كنديروها في الصغر ملي كنت عاقله على راسي في دار والديا، كنا كنصوبوها كنعاولوا الوالدين، وهادشي كنجدوه كيقولوا جديد ليه جده والبالي ما تفرط فيه. ها هو جا الاشكال وجاو الالواز وجاو كلشي، ولكن داكشي ما تيعمرش العين، هادشي هو اللي كي هداكشي غير ديال النظر والحلاوه والسكاكر، وانما هادو كيصلحوا حتى بعض المرات كويس داتاي حطيتيه كتلقاي ما تحطي للدراري كذلك من كيجيو من المدرسه. اما اللوز راه اللوز دائما هذاك، راه يمكن لك ديريه ولا ما ديريش. انا بعدا تحكوا عليا شويه، انا ما عنديش مع اللوز بزاف، واخا هكاك وكنديرو في المناسبات ولا كانت شي حاجه. كنديرو لافراد العائله ديالي هكذا هما ياكلوه وانا غير نهز شي حاجه قليله. دابا غادي ندوزو المشماش، تنضمن انا هاد الوصفه هادي غادي ننزلها لكم وغادي تجربوها حالا لانها زويونه وغتصلح وخفيفه دغيا كتصوب. وبسيطه ما كتدخلش المقادير بزاف، يمكن حتى وليداتكم اللي عندها البنيتات تصوب مع ماماها هادشي.
صافي ها نتوما كتشوفوهم كملتهم قدامكم، ما خداوليش وقت. ها نتوما كيف كتشوفو، دابا غادي ندوزو للمرحلة ديال التقديم. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا اليوم، اللي كينتظروني البنات انني نحط لهم حلوه مبسطه ديال هاد العواشر. هذه اللي غادي تكون اول وحده، مع انني صوبت لكم البسيطلات، بديت لكم بالبسيطلات وكملت لكم بهذه، ومازال ان شاء الله ينتظروني اليوم ان شاء الله وبعد وغدا، راني مازال غادي نحاول انني غادي ننزل لكم الوصفات اللي غادي تعجبكم وغادي تجربوها حتى نتوما كذلك. كنتمنى تعجبكم وديروا لايك ودائما جيم ودائما تعليقات، وكنتظركم وحبيباتي. شكرا لكم والسلام عليكم.